الأستاذة رباب موظفة ولها زميلة موظفة، وهي عايزة تساعدها لأن هي الفلوس بتاعتها أو راتبها الشهري ما بيكفيش كم الأدوية الكتيرة اللي هي بتاخدها. هل يجوز أنها تقول لها أن دي من جمعية، هي بتقول لها أن ده من جمعية خيرية عشان ما تجرحش مشاعرها، وهل يجوز أن ده يكون من الصدقة؟ طبعا لا شيء في ده، ده مش كذب أن أنا براعي مشاعرها وأقول لها ده من ممكن حتى تراعي الألفاظ بس، يعني بدل ما أقول أنه جمعية خيرية من أحد القائمين بعمل الخير، من أحد القائمين بعمل الخير، يبقى أنت من أحد القائمين بعمل الخير، يعني بس نتحرى العبارة قدر الطاقة بتاعتك. الأصل أنك مش بتزيفي، الأصل هو الحفاظ على الشعور بتاعها، وأنك ما تجرحيهاش، أنك زميلة زيها فإنك يعني بتتصدقي عليها، وأنت أدرى بيها من غيرها، لأنك مع هذه الزمالة والصحبة تقدري تعرفي صفاتها اللي على أساسها أن حضرتك تعرفي تعمليها بطريقة لائقة، ما تجرحش مشاعر هذه الزميلة، وده من باب يعني الخير، انت قصدك فيه الخير. طيب انا بتصدق، تجوز صدقه؟ نعم، يعني ده باب الصدقه، باب واسع، ولا مانع ان حضرتك تساعديها من هذا المال ما دامت هي اهله للاستحقاق. ودايما بنقول ان باب الصدقه اوسع من الزكاه الواجبه، وانت ربنا ان شاء الله يتقبل منك هذا العمل الطيب. ولو ان الناس كلها، كل انسان يعني بيتفقد من حوله، زميل، قريب، جار، ويراعي الناس كده وياخد باله، لن نجد إنسانا محتاجا. إنه الإنسان يستأثر بالنعم لنفسه، هو ده اللي بيخلي إنه بيبقى فيه محتاجين كثر. إنما لو كل إنسان ربنا مديله فيتفقد من حوله، أو عنده فضل من خير فيتفقد من حوله بهذا الفضل، ده هيقلل كتير الفجوة اللي بنجدها في كثير من المجتمعات.